هاي. نشر موقع تيليغراف لائحة بأقدم المدن يلي ما زالت مأهولة لغاية اليوم، وبيحتل لبنان 4 مراكز بين المدن الـ12 الأقدم. بتحل صور يلي انسكنت من حوالي 2750 سنة قبل الميلاد بالمرتبة الـ12، وهي مذكورة بالكتاب المقدس وبتضم أثارات رومانية. أما بيروت فبتحل بالمرتبة الـ10 ويقدر عمرها بأكثر من 5000 سنة. عرفت عدد كبير من الحضارات ومن بينها فينيقية، رومانية، العربية وغيرها. أما مدينة صيدا فبتحتل المركز السابع عالمياً وتأسست من 4000 سنة قبل الميلاد، وهي من أهم وأقدم المدن الفينيقية. زار سيد المسيح والقديس بولس. أما مدينة بيبلوس فبتحل بالمرتبة الثانية وعمرها لليوم 7000 سنة. هالمدينة يلي حصلت على اسمها من اليونانيين وأعطت اسمها للكتاب المقدس باللغة الأجنبية. مين قال كل هالمدن بتخلي لبنان من أهم الوجهات السياحية بالعالم؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.